حق الجنة مولانا دور نقول وحب من أحب وكره من كره. خارجين وحدين كانوا ثمر دولة وكانوا الحملة ضاحي ولا خلوا عليها خمسة وعادوا يا الله يخلصوا هياك بيجموا فينا احنا دعاية. انا بعد اكفر بذلك ولا نقابل ولا نقول الا للبجل مولانا وحلالكم تجبروني عالم متبارك والله داعية متبارك يكركر المسلمين في البلد على سبتها ما لحقته صار معاش من ذيك العملة وهو لك مكري والله مشري والله اخلاط لفهمتوا الناس الموريتانية اللي على بابها طبيعية قابلة من علماءها وفقهاءها واذا كان عندها لقعناهم مرات وعليه لا تكبروا المردة عنقد نحتفلوا قبالبي إذا قال لك الواحد ما قد قال بي حد من العلماء قول له قال هالشيخكم اللي هو المقريكم كامري قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب وينقال له اقتضاء الصراط المستقيم اعلن رقاش يحيى مناسبة المولد تعظيما لما أحدث الله فيه وتقديرا لهذه المناسبة وذي النعمة لا حرج عليه ولا لوم. هذا شيخهم الذي علمهم وهو إمام جليل لا مرية فيه لكن قول له بيان خلطة اللي جاي من عندها وقادية فيكم ركبة فيك كرسة فيك سلك أراه مالك عقبة كل جفة أقرأ كتبهم وأقرأ كلام شيخهم تجد الموضوع ما هو بالبساطة. بيعظمه قبال وشهره حتى يا ناس لا تعصوا الله يقول لك وحدين هما قاع لا يعصوا مولانا فيه قول له حتى يوم عيد الأضحى المبارك يظلوا معصي الله عليات تربي الزينة وتقيم من ذا كان معناها ان خلوا عنا يوم العيد ما نشاروا فيه. هذا فصل هب لا تعصوا الله في اي يوم واش قال العاد في يوم قاع قايلكم عظمين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولا يدخلكم ولا ما يدخلكم. قول له يا ابويا انا السماوات قام فيهم العياط والتراب قام فيهم العياط والمشركين فطرون طارشي والجن اللي شور اسمه فطروا له فكيف ما نفطر انا به نفسي وعيالي. الله يا ابويا قول له داني نحتفل به الفوق ميته يا هرم لله بطريقه ما بقى الشريعه يا فهمتوه ولا ما فهمتوه. انا بسم الله يقول سؤال اخر